اهلا محبوباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين. كي دايرين؟ مع الصحيحه، اموركم مزيان؟ عواشركم مبروكه، رمضان كريم، خلي عليكم الصحه والسلامه وطول العمر، وباش ما تمنيتو يا ربي. وهذا الشهر الكريم ديما غتبقاو تسمعوا مني عواشركم مبروكه. كيف كتشوفوا حبوباتي، بديت معكم فلوق من الزنقه. كيف كتشوفوا انا خارجه حبوباتي غير على رجليا. اليوم السبت، خارجه واحد الحانوت ديال برودويات، وباغا ناخذ ولدي واحد الرضاعه وشي تخربقات خاصيني، وقلت علاش ما نشاركش مع حبوباتي اش غناخذ وفين غنمشي. وضروري حبوباتي كنتوحشكم، ضروري خاصني نطلع عليكم ونقول لكم حبوباتي، حيت حبوباتي صافي ولات عندي شي حاجه ضروري خاصني نقولها. ومهم خليكم معايا فين ما مشيت، انتم معايا، واي حاجه خديتها غنشاركها معاكم. خليكم معايا ما تشوفين حبوباتي كنحماق عليكم. حتى البنات دابا اللي جيت لي، دابا عليا الا نمشي للدار دابا تقديت داكشي اللي خاصني. المهم كنت كنشرح لكم الداخل في الحانوت بلاص ندور الكاميرا عندي. كنت كنشرح لكم في الحانوت واحد البرودويات زوينين، ندير على حساب التجاعيد، على حساب الكلاف، على حساب البشره الجافه، البشره الدهنيه. بيرو البنات كانت مطلوقه الموسيقى، كانت يعني غندير المونتاج ضروري حيت ما نقدرش على حساب حقوق الطبع والنشر، ضروري غنحيد الصوت، ولا حيد الصوت غيحيد الصوت ديالي. هذا ما كان حبوباتي، ما عرفتش واش غتشوفوني ولا لا حيت كاين الشميشه. المهم تقديت التخربقات حتى للدار، نشارك معكم شنو خديت. خديت واحد السينيه ديال السنان، خديت رضاعه لولدي، خديت واحد ريحة زوينة هكا كدار التواليت، كتخلي فيها ريحة زوينة صافي. المهم جبت واحد الدويرة اليوم السبت، صافي خارجة غير بوحديتي. وهذا ما كان حبوباتي، خليكم معايا حتى الدار ونتلاقى. واخا مبانة مع الماسكرينة وصايمة مقدرش نهضر، والله ما قادرة نهضر، لكن حبوباتي ضروري ما نطلع عليكم، كنتوحشكم ضروري ما نطلع عليكم ونشارك معكم اش كاين واش ما كاينش. يلا خليكم معايا بلا ما نطول عليكم بزاف. حبوباتي
البنات اذا وصلت للدار اول حاجه البنات غادي نوريكم شنو خديت عاد غنصايب الفطور. كيف كتشوفوا البنات خديت هاد الرضاعه لولدي زوينه اللي عند اليد ديالها هكا يتحكم فيها راسه بلا ما نبقى شاده ليه انا الرضاعه. خديت هاد الماسكيرا ديال الوجه زوينه ديال الالوفيرا فنه ديال البنات كتصوروا هي الاخر صبت راني خديتها كدير مره واحده في السيمانه. المهم غنديرها وغادي نقول لكم النتيجه ديالها كيف كتخرج. صافي وخديت هادو ديال الطواليط كيخليو ريحه زوينه في الطواليط هاد الماركه هادو هما صم تخفيضات خديتهم. خديت هاد السينير هذا واعر البنات كيعطي واحد البياض زوين في السنان شي ثلاثه في واحد فن هذا كيبغيه زوج ديالي وانا خديت ليا هذا انا صراحه تندير هذا صراحه انا البنات في واحد القاعده واش فيكم حتى نتوما ما كنديرش غير سينير واحد كنوع مره ندير هذا مره تندير هذا مره تندير واحد اخر ولكن هاد الجوج هادو كيعطي واحد النتيجه زوينه البياض كيعطي واحد كيخليو السنان بريلانتي كيبريو. صافي وخديت هاد الميكا هادي ديال الزبل حاشاكم هادي هنا ديال البونس كونتو كيعطيوك هاد الكتيب هذا بغيت نوري لكم شتي البنات فيه ونسكونتو تانا شديتو ليكم بالمقلوب عاتل البنات كنصور بيت وشد التليفون بيت 30% 25% ديال سكونتو بونس كونتو. وهادو البنات تا هما هادو ديال الطواليط هادي كيف ما جيت مشيت درتها في الطواليط هادي البنات كنديرو في اللعيبه اللي كتجمع الماء كنخشيوها فيها وكنبقاو في الماء تنبغيو نخواو الماء تتهبط هديك الريحه زوينه وفواحد الكلور في الزرق. صافي البنات هادشي اللي خديت المهم خليكم معايا غنوجد معكم واحد اللاطه ديال الحوت البنات اللي هي سهله 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 وبلا ما تحتاجي تبقاي تبصقي في الماعن وداكشي بالزربه تتوجد. خليكم على المقادير وطريقه التحضير. يلا حبوباتي انا حبوباتي عندي اوراطه خديتها غسلتها مزيان حيت ديال الاجنحه حيت التسلسل اللي تيكون هنايا نقيتها مزيان البنات ودرت لها فلحتها هكايا باش كتدخل معها العطريه كتشوفوا هنا البنات في الخضره انا عندي خديت بصله ثلاثه رويسات ديال الثومه عندي خيزوه قطعتها هكا طرونشي رقيقه خديت بطاطا قطعتها هكا طرونشي. هنا البنات انا ضفت البسباس زيز عليا كيجي في الحوت زوين اللي ما تيبغيش ما يديروش انا خديت بسباس هكا قطعتها رقيقه والفلفله خضراء هكا قطعتها هكا حتى هي طرونشي هكا رقيقه. صافي هنايا عندنا حامضه قزبر ومعدنوس باقيين هكا ما جبتش مغلي من الفريكو. صافي وهنا عندي شويه الكمون شويه الخرقوم شويه الفلفله حمراء حلوه شويه الابزار البيض وشويه القزبر مطحون والحامض عصير ديال الحامض ندعو على بركه الله. اول حاجه البنات انا البنات غندير كلشي دقه واحده حيت ما جات معطله شويه مابقاش الوقت غندير الطريقه ساهله ما كيداش نقاو نسخن في الماعن وحدانا كيف كتشوفني شنو غندير في لاطرا في الفران ونخدم فيها نيشان. كيف كتشوفوا البنات انا حكيت ثلاثه رويسات ديال الثومه هنا غنزيد عليهم شويه الحامض غنزيد غير شويه ديال الخرقوم غير راس معلقه هكا ديال الخرقوم الكمون انا عزيز عليا الكمون غندير معلقه ونص ديال الكمون كيجي زوين في الحوت هنا قزبر مطحون دابا غندير معلقه ونص فلفله حمراء حلوه البنات مازال ما درتش العطريه في القراعي ديولا ما كاينش الفرغه عرفتي من هذه لهذه. هنا غندير شويه الابزار البيض غير شويه الابزار البيض البنات كيكون مجهد شويه على الاخر. صافي وغناخذ الملحه الملحه البنات انا ديما كنهز بيدي هكا. صافي هادشي البنات غنزيد ليه تقريبا شويه نص كاس ديال الماء صافي وغندير الربع تقريبا واحد جوج معالق كبار هكا ديال الربع صافي وغنخلط لكم اللي بغى يدير الملون يديرو اللي ما بغاش ما يديروش.
عزيز عليا غندير واحد شويه هكا باش يعطي اللوين، واخا ماشي صحي غندير غير شويه. صافي وغناخد الحوته ديالي. الزيت البنات انا ما نديروش في الاول حيتاش باش الحوته تشرب لنا العطريه مزيان، نديرو غير الماء والحامض، الزيت حتى الاخر عاد نديرو، هكا الحوت كيجي بنين وكيجي شارب العطريه. الا درنا الزيت في الاول ما تيشربش لينا العطريه. صافي وكنحاول الفليحات اللي درتها هكا كنخشي بهم هكا العطريه مزيان، كندور الحوته للجهه الاخرى. صافي وكندير فيها حتى الرز ديالها. صراحه البنات قرب الاذان ما بقى لي والو، بقات شحال الساعه دابا؟ دابا 6 الا ربع. الزربه غادا نشعل عليها البوطه في الفران، الزربه تيطيب صراحه ما تياخذش الوقت بزاف. هنا بعد ما دخلت معاهم العطريه مزيان غادا نهزهم ونحطهم في الطبيسيل هنايا على جنب. بغيت ناخذ البطاطا خيزو الفلفله كلشي كناخذ هنايا، كنحيد غير الفلفله هي اللي غنحيد نخليها حتى نطويها من فوق. صافي كنخوي كلشي الا الفلفله اللي كنخليها بارتي. صافي وكنخلط هنا كلشي، كنقطع لهم هذيك المسالفه هي كنقطعها كترونشي. عرفتي كتجي بنينه البنات البلاطه ديال الحوت كتجي سنه، وبالزربه كتوجد ما كتاخذش الوقت بزاف. صراحه الفطور بالزربه تيوجد هذا. صافي وغناخذ الحوته ديالنا غنديرهم هكا من الفوق الى كنا تحطو. صافي حبوباتي دابا خديت الحامض قطعته طرونشي وحيدت ليه العظيمات. صافي كندير هكا فوق الحوت، نزيد الفليفله ديالنا، هنا البنات خديت جوج مطيشات غنقطعهم طرونشي. الشكل هذا كنزرب البنات ما بقاش ليا الوقت الفطور بزاف. يلا نخشي اللاطه في الفران باش طيب ليا على خاطرها. هنا نخشي الزيت الاحمر، ما بقاش نقوي بزاف حيت ما تيعجبنيش انا الزيت الاحمر، هو تيجي مع الحوت زوين ولكن انا ما تيعجبنيش. صافي غنزيد هكا شويه الزيت الاحمر هكا، صافي حبوباتي. ودابا عاد غنزيد الزيت الاخر لحظه، عاد غنزيد الزيت كندير هكا فوق الحوته تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت العود. هنا حبوباتي كناخذ واحد الطبيسيل غندير فيه شويه مطيشه غير شويه، اي مطيشه عندكم استعملوها ماشي ضروري هذه. وغادي نزيد عليها تقريبا واحد كاس ديال الماء وغنخلطو هكا حتى تذوب لنا ديك المطيشه معاك شويه الماء اللي درنا، وغنزيد الماء تقريبا كاس ديال الماء. كي كتشوفوا البنات على هذا الشكل هذا، صافي وغادي نصبو هكا بالجنب. وهنا حبوباتي غناخد بابي فورمو
نديرو على هذا الشكل وغنزيد طبي هذا من هنا. صافي حبوباتي دابا غنخشيها الفران على درجه الحراره 180 ولا عندكم غير ديال البوطه عادي تفعلوا تحطوا عليه البوطه غنشعل عليها الفوق والتحت حتى تحس بالخضره ديالي طابت وديك الساعه نحيد لها طبي الومنيو طبي فورنو وغنخليها غير تحمر. نتلاقى معكم في الشكل النهائي. حبوباتي كيف كتشوفوا الحوسه ها هي في الفران كطيب. دابا صافي طابت الخضره طاب كل شيء حيت عليها طبي الومنيو غير باش تحمر ليا. نتلاقى معكم من بعد. هنا حبوباتي خشيت الحوسه في الفران هنايا غادا ندير شويه عصير الباربه عزيز عليا انا الباربه. شكون البنات اللي بحالي عزيز على الباربه؟ كنحماق على عصير مازال في الشلاطه شويه ما تسش عليا وكان في العصير سنحماق عليها عصير. الناس محرك عندنا شي برد عرفتي جيت حيت جاكيتي تخشيت في البينوار كيف تشوف بقى بسروال الجين والله ما حيدتو باش ما بقاش عندي الوقت باش نمشي نحيد حويج. الى حيت حويج نخليهم على فطور اليوم. صافي هنا جبت الكاس البنات غادا نطحن الباربه ديالي ونخشيها شويه في الثلاجه تبرد واخا راه كاين الجبال غير انا زعليا تكون بارده مصوبه كارثه. شكون بحالي البنات كتلحق هذيك الستة العشيه ولا السبعه كتولي غير تفافت الهضره ما تبقاش قادره تهضر. جاني العطش البنات اليوم مع الحال سخون خرجت للزنقه عرفتي جاني الصهد وجاني دابا العطش في الملكه عليا. صافي البنات الباربه انا تندير مع هذا العصير هذا ديال الليمون زوين هذا كناخذو من لي بيركو صافي العصير حلو ما غندير فيه لا سكر لا حتى شي حاجه غنطحنها نيشان. صافي حبوباتي ها هو العصير الجد ديال الباربا كيف كتشوفوا كيجي على الشكل هذا تيجي زوين كتجي خاسر وزوين. صافي ونلطف في الفران وغادا نوجد شويه بانكيك ايوا هذا هو فطورنا. صافي البنات هنايا الحوتات هما طابو كيجيو على الشكل هذا كيجيو فنين البنات وما ذاق ولا اروع. وهنا البنات درت بيتزا لوليداتي ما تياكلوش ليا الحوت صافي وصحه فطوركم.